بتعدد زوايا النظر لأي موضوع من الموضوعات. ليس هناك موضوع خاصة في أمور المجتمع له زاوية نظر واحدة للفهم، وهذا فهم خاطئ. إذا الإنسان يعتقد بأن زاوية النظر التي ينظر منها لأي موضوع من الموضوعات هي وحدها، فهذا يعني غير علمي وغير مجدي، وربما يكون ضرره أكثر من نفعه. ولذلك أعتبر بأن كل المداخلات نتاع الإخوة الأعزاء هذه عبارة عن زوايا نظر لموضوع يحتاج إلى يعني أن تلقى عليه أضواء من زوايا متعددة، ثم تتكامل هذه الرؤى يمكن لتعطينا نوع من الرؤية يعني الشاملة للموضوع. فنحن مثل ما قال الحديث نقارب ونسدد ونقارب. فأنا لا أعتبر يا أخي وكل الإخوان بأن ما أقوله هو الزاوية الأشمل يعني، أو فالأفكار يكمل بعضها البعض. ربما الأخ الكريم ما يعرفنيش، أنا دارس علوم اجتماعية متخصص، دارس علم اجتماع، وخلفيتي يعني وقراءاتي الحمد لله واسعة في هذا المجال. لكن المشكل مثل ما قلت يعني نحن نتلقى مفرزات نهضة قوية متقدمة، نتلقى مفرزاتها التاريخية في العلوم الاجتماعية وفي علم النفس. احنا ما زلنا في مرحلة، ما زال الناس يتحدثون عن التنوير، على عصر التنوير كإرهاص، إرهاص لنهضة، وكثير من أفكاره تم تجاوزها. ونحن الآن في يعني بعد أن اتسعت هذه العلوم، سواء العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو العلوم يعني التقنية هذه، وصلت إلى واحد المرحلة نتاع تفكك العلوم. وإذا تفككت العلوم ماذا يحدث؟ يتفكك الإنسان. فنحن الآن في مرحلة تفكك الإنسان. تعرفوا هذا عالم الاجتماع، هذا باومن، عنده سلسلة مهمة جدا من الكتب، يتكلم أعطى واحد الوصف دقيق للحداثة، هذه الحداثة المعاصرة الرائعة في جوانب كثيرة منها، سماها الحداثة السائلة. الحداثة السائلة يعني أوصلت بسبب تفكك تجزؤ هذه العلوم، وتفكك هذه العلوم، وتوغل هذه العلوم في الاختصاصات والفروع المنفصلة بعضها عن بعض، أوصلت الحياة نتاع الإنسان إلى نوع من السيولة، إلى نوع من اختفاء الثوابت في الحياة نتاع الإنسان. ولذلك يمكن فعلا أن يكون الإنسان قرد
ويمكن يكون فار، ويمكن العلاقات الأسرية هذه ما عندهاش، وهذا زين المحارم والأمور هذه كلها من متواضعات. الدنيا سائلة يلا خلوطة. هذه الحداثة هذه السائلة، واحد من الإخوة تكلم سي عبد الرحيم تكلم على الأخلاق، هو يقول في سيولة في العقائد، سيولة في الأفكار، سيولة في الأخلاق، سيولة في كل شيء. يعني نوع العلوم هذه المتجزئة وصلت إلى نوع من السراب، يعني ما دام ما في حاجة ثابتة، كل سراب. تعتقد بأن هذا من عصر التنوير، تمشي وتعتقد بأن هذا صواب وهذا أمر مطلق، عندما تصل إليه تكتشف بأنه سراب، فتنتقل يعني تنتقل من سراب إلى سراب. وهذا هو مفهوم الحداثة السائلة التي أوصلت الإنسان إلى وأتمنى يعني من الأخ الكريم، عندي واحد المقالة عنوانها الحداثة السائلة والحاجة إلى منظور سننية شاملة. فنحن نقلد، في العلوم الاجتماعية، ونقلد في العلوم الإنسانية، خاصة في هذه العلوم هذه. والمشكلة كما ذكرت لكم، نحن نتلقى التاريخ لا نتلقى العلوم في المحصلات النهائية نتاعها هذه، من بعد يتلقاوها بالك أولادنا ولكن بالنسبة لهم ثاني تتحول إلى تاريخ، لأن هذه الحداثة هذه السائلة التي تجتاح الحياة ليست واقفة في مكانها. ولذلك هذا المشروع الذي أطرحه وأسميه بالسننية الشاملة، لا نستطيع أن نوقف الحداثة، يعني سيولة الحداثة في أبعادها السلبية الخطيرة على الإنسان بدون السننية الشاملة. لماذا سالت الحداثة وأوصلت للإنسان مثل ما قال هذا صاحب كتاب إنسانية الإنسان، هذا رينيه دوبوا، هذا حصل على جائزة نوبل في الفيزياء يبدو لي، أو في ولكن مهتم بالعلوم الإنسانية، فيلسوف، يقول بأنه الحداثة وهذه عندها يمكن 40 سنة، يقول بأن الحداثة هذه اللي سماها هذا الحداثة السائلة التي فككت العلوم وجزأت العلوم، وهذا يسمى تجزئة داخلة في تقسيم العمل، وهذا مهم. العلوم لا تتطور إلا بالاختصاص، بالتوغل في الاختصاصات، ولكن هذه الاختصاصات لابد أن تتكامل فيما بينها. يقول بأنه الحداثة المعاصرة أوصلت الإنسان إلى نوع من الغربة، بحيث الإنسان نفسه أصبح غريبا عن نفسه، وهذا ما نعيشه. السبب هو هذا التفكك في العلوم، عدم التكامل في العلوم. ولذلك الصرخة يعني أحدث الإجابات على هذه السيولة في الحياة هو التكاملية المعرفية، حتى نعيد تركيب الحياة على الإنسان لابد أن ندخل في مرحلة، العلوم لازم تدخل في مرحلة جديدة، هي مرحلة التكامل بين العلوم، لأنه ليس هناك علم يستطيع بمفرده
هو نفسه هذا العلم لا يستطيع بمفرده بمعزل عن العلوم الأخرى أن يطور ذاته، فما بالك أن يساهم في تطوير الحياة. العلوم تتطور عندما تتكامل، ينفتح بعضها على بعض، على أزمات، بعض على إشكالات، بعض العلم نفسه يتطور ثم يطور الحياة نتاع الإنسان. أما أن تنعزل العلوم بعضها عن بعض ويعتقد أصحاب الاختصاصات العلمية بأن علمهم هو فقط اللي عنده السلطة وعنده الحجية وعنده المصداقية، هذه أمور أولا ليست علمية، وثانيا فيها أخطار كبيرة. الاعتقاد بأن علم واحد أو جزء من العلوم هو برك اللي عنده الفائدة. ولذلك جاء هذا المشروع نتاع السننية الشاملة. الإنسان لا يكون إنسانا إلا بمنظور السننية الشاملة. أنت وأنا وغيرنا لن نستكمل إنسانيتنا إلا إذا آمنا بأن هناك منظور وحيد هو الذي يحقق هذه التكاملية في إنسانية الإنسان، لأن هذا المنظور يعتبر مصب لهذه العلوم التي تفرعت وتوغلت وانفصل بعضها عن بعض، وأدى ذلك إلى الانفصام والازدواجية في حياة الإنسان كفرد وفي حياة الإنسان كحركة مجتمعات. المجتمعات يعني هذه الحضارة المعاصرة التي نحن نعتبر تلاميذ غير أذكياء تلاميذ غير أذكياء لهذه الحضارة الرائعة الجزئية الرائعة. وأنا تعجبني كلمة يعني وصف لمالك بن نبي في كتابه الإفريقية، مشكلة الإفريقية الأسيوية في ضوء مؤتمر، أعطيه لي شوية ما بونزون، يقول يتكلم على علاقة المسلمين أو حركات النهضة في العالم الإسلامي، علاقتهم بالنهضة المعاصرة باعتبارها هي أستاذ النهضة، أستاذ حركات النهضة في العالم الإسلامي بشقيه، أستاذ لما يسمى بالحدثيين أو العصرانيين أو العلمانيين، وأستاذ لما يسمى بالإصلاحيين والإسلاميين. الحضارة الغربية هي أستاذهم، ولكن قال يقلدون أستاذهم حتى في عثرات مخصيه. هل الأستاذ هذا وهو يفصل الحاجات نتاعو على المقاس نتاعو، وأحيانا المقص نتاعو يغلط، وهما يصحوا هذيك مع مرور الوقت يصحوا الأخطاء نتاع المقص. ولأنه كما ذكرت، ولأننا أصداء المقص، هذه مفرزات المقص لا تصلنا إلا بعد يكون هو صحح وخلص وبدل البذلات نتاعو وكذا على مقاسه، يدقق في المقاس نتاعو، تصلنا احنا فنعتبروها في العلوم الاجتماعية وفي العلوم النفسية وفي كل العلوم. المشكلة نتاع الإنسان المعاصر
هي في هذه التوغل في الدقائق نتاع اكتشاف سنن الله سبحانه وتعالى، هذه المعرفة، اكتساب المعرفة السننية، توغل واكتشف. ولكن هذه المعرفة كما ذكرت باقية منفصل بعضها على بعض، ولذلك أكبر مشكلة مطروحة الآن في المجتمعات هذه المتقدمة هو كيف نجمع بين العلوم، لأن هذه العلوم كلها لماذا وجدت؟ لماذا وجد علم النفس، ولماذا وجد علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم الإدارة وعلم الأديان وعلم كذا وعلم لماذا؟ هذه العلوم كلها والفيزياء والكيمياء، هذه العلوم كلها عبارة، يعني المقصد نتاعها كله خدمة الإنسان، خدمة الإنسان أولا، فهم الإنسان، ثم خدمة الإنسان وتحقيق توازن في الحياة نتاع الإنسان حتى يعيش الأخ الكريم، حتى يعيش الأزمات المطورة، لأنه كما ذكرت الحياة كلها أزمات، تدخل من تخرج من أزمة تدخل في أزمة. ولذلك هذا الفيلسوف الكبير هذا تاع فلسفة التاريخ والحضارة توينبي، وش هي النظرية نتاعو، هو في حركة الحياة، هذه حركة الحياة كلها، هذه ناس طالعين وناس هابطين، ناس ناهضين وناس راقدين، مستضعفين، مركو كما قال مولود قاسم، مالك بن نبي قال قابلين للاستعمار، وبعده جاء عمار سي عمار طالبي قال مسكونين، هذا المسكونين ماهوش غير قابلين للاستعمار، لا مسكونين، حل فيهم الاستعمار. وجاء مولود قاسم الله يرحمه قال مركوبين، وانا خذيت منهم هذه الكلمات التي اطلقوها هكذا عابر، ربما مالك بن أبي يطلق المصطلح هذا نتاع القابلية للاستعمار عن تأمل ودراسة، واعتبره من النظريات الكبيرة نتاعو في تحليل وتفسير الظواهر نتاع التخلف. ولكن فعلا والله أنا يعني بعد أنا كتبتها في بعض الكتب نتاعي، هذا المجتمعات المستضعفة، المجتمع المتخلفة الضعيفة تمر بمرحلة القابلية للاستعمار، قابلية للاستضعاف، ثم هذه المرحلة إذا لم توقف يمر الإنسان للمرحلة التالية وهي مرحلة المسكونية، يولي يستلذ الاستعمار وفرحان بالاستعمار، ويعتبر يعني ثقافة الاستعمار ورموز الاستعمار ومنتجات يعتبرها حاجة ماذا به يا ربي يوصل ليها. بالضبط هذا في التحليل النفسي. ولا يقف الإنسان هنا، يعني مراحل تطور المجتمع في الضعف مرحلة القابلية للاستعمار ومرحلة المسكونية يسكن فيه الاستعمار، الاستعمار ما عادش موجود ولكن هو مستعمر نفسه، ويحن ولا إذا لم توقف هذه المرحلة في تطور ضعف المجتمع يصل إلى المرحلة الثالثة اللي قالها سيمون لويد قاسم الله يرحمه، وهي مرحلة المركوبية. سمعت؟ يولي يستلذ، ما يحسش باللي الله راه مستعمر ولا راه مسكون، يسمى خدام.
خدام كيما هذوك بعض البلدان، فمانيش عارف شكون اللي يذكروهم برك تذكرونا فيهم. بعض البلدان حاولوا يعملوا تحرير العبيد، تحرير العبيد، فالعبيد رفضوا. عاش طول حياته في العبودية، وهذه العبودية التي كونت لديه فكر، وكونت لديه نفسية، وكو يعني ثقافة. يرفض الحرية، يرفض الكرامة، ويحن إلى العبودية. هذا يسمى وصل للمراحل الأخيرة في 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 الضعف، المرحلة القبلية للاستعمار تتحول إلى مرحلة المسكونية، هذه مرحلة المسكونية، ثم تتحول إلى مرحلة المركوبية. هذا طولت يا قيلة، أنا كان نبقى نهضر للغدوة ما نخلصش، خاصة في الموضوع اللي طرحه الأخ على الأول، مازال يحتاج إلى أمور. هذا توينبي اسمه يلخص هذا الضعف الموجود في المجتمعات، سواء وصل إلى مرحلة المركوبية أو وقف عند مرحلة المسكونية أو وقف عند مرحلة الاستعمار. هذه مجتمعات صاعدة، مجتمعات نازلة، أفراد ناجحين، أفراد فاشلين. السبب انتعها كله عنده هو بعد ما درس يعني حضارات كاملة كثيرة كاملة، ولخصها في كلمة، قال ما يفسر لنا الضعف هذا والقوة هو التحدي والاستجابة. حركة الحياة تسير بالتحدي، وهذا هو خلاصة للنظريات اللي كانت قبله انت هيك الجماعة الجدلية التاريخية. وصحيح الحياة كلها ابتلاءات، وهذا الذي ذكرته لكم في البداية، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أقدر على مواجهة تحديات الحياة، لأن الحياة كلها تحديات. وأنا يعني أعوذ بالله من كلمتنا، الخلاصة اللي وصلت لها هي أنه الحياة في الضعف وفي القوة تاع الأفراد والمجتمعات يحكمها قانون المدافع والتجديد.